السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة هنكمل موضوع الفيديو اللي فات اللي هو مشاكل بيع الحمام من على النت، سواء كنت أنت بتبيع أو بتشتري. وفي سؤال جالي من صديق طلبني، يعني يقول لي إن هو هل ينفع عايز يعمل مشروع الحمام اللحم في ظل غلاء الأسعار وفي ظل الكلفة، عارفين حضراتكم الأسعار كل يوم بتزيد، هل ينفع ان هو يعمل مشروع حمام لحم؟ هو سأله جه بيقول ان عنده أوضة 4×4 تاخد كام جوز حمام لحم، وهل لما يجي يبيع الحمام اللحم هيعرف يبيع الحمام اللحم؟ شوف انا رديت عليه قلت له ايه، وشوف هحكي لك كام موقف كده حصل لي في تربية الحمام اللحم وفي بيع الحمام اللحم. الناس اللي هي بتكلمني هحكي لك كام موقف كده حصلهم برضو، انت تعرف لما هتعمل مشروع حمام لحم هتبيع ازاي وهتتعامل مع الناس ازاي. طيب قبل ما نبدا الفيديو عايزك تعمل لايك وتشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. نبدا الفيديو، بس قبل ما نبدا هنوجه تهنئه للشعب المغربي والشعب العربي بالفوز الكبير، الفوز على البرتغال والصعود للدور قبل النهائي. اول مره فريق في افريقيا وفي الوطن العربي كله يصعد للدور قبل النهائي. في وصل للدور الثمانيه فرق في افريقيا، لكن لاول مره فريق عربي او افريقي يوصل لدور قبل النهائي. بسم الله ما شاء الله، محمد النصيري طلع لها الدور الثالث فوق الكل، طلع لها الدور الثالث وحطها بدماغه في الجون، ان شاء الله يعملها كده قدام فرنسا وبعدها في النهائي قدام الارجنتين او كرواتيا. نرجع لموضوعنا بقى، هل هتعرف تبيع لما تعمل مشروع الحمام اللحم ولا مش هتعرف تبيع؟ هو سؤاله بيقول ان هو عنده أوضة 4×4 بيقول انها تاخد كام جوز. بصراحة انا خفت عليه في البداية ان هو يبدأ بعدد كبير، فقلت له كفاية عليك 10 جواز جرب فيهم. قال انا جبت 20 جوز، فعلا هو اشترى 20 جوز، وان هو لسه عايز يكملهم 30 جوز. فانا قلت له لو التربية في سلكات زي كده الغرفة هتاخد لها يمكن 70 جوز او اكتر كمان، اللي هي 3×3، لان احنا لو شفنا المكان ده حوالي مترين او اقل من مترين اخر 12 جوز، خلاص كده اللي هي في سلكات، لان انت كده بتربي رأسي. انما هو قال لي ان هو هيربهم في الارض كده بس، على الارض مش هيحط اي حاجة، فان هو هيبيض على الارض. فقلت له محاول ما تكترش برضو عشان الانتاج، قال ان هو هيبيع الانتاج على طول. فهو بيسأل هيبيع الانتاج ازاي، فانا قلت له انت لازم تعمل ليك ان انت قاعدة جماهيرية على النت، يعني ان انت مثلا تعمل صفحة على الفيسبوك وتعرض، تبدأ تعرض الجزء اللي يطلع عندك. في البداية هتلاقي الموضوع صعب لحد ما تتعرف. فقال لي طب ايه تنصحني بايه؟ قلت له انصحك بالامانة، لو بعت بامانة يعني الجزء ده شغال هتصوره لصاحبه وهو شغال زي ما هو كده اهو كده، توري له الحمام وهو بالظبط كده معاه زغليل اهو، وان كان رائد على حصى توري له الحصى زي ما انت شايف كده، او هتوري له ان هو بيحضر العيش بالظبط، شوف كده اهو في السلاكة كده. طبعا هيكون صعب عليك، انت بتقول هتربي سايب مفيش سلكات، لكن حاول تعرض حمامك بالظبط كده شغال شغال، ما تقول وتقول للزبون على عيبه. اهم شيء ان انت زبونك يثق فيك، الناس اللي معاك لو وثقت فيك هتبيع وانت مرتاح، هيجي لك كمان حجوزات. توري له وتصور له وتقول له كل حاجه، لو القص بيطلع بيضه وبيضه قول له، لو بيطلع بيض فارغ قول له، هتبيع ربنا هيبعت لك رزقك والله وربنا هيكرمك. وري له كده. طيب تعالى بقى نتكلم في المشاكل كمان اللي هي هتقابلك بعد كده في الناس اللي هم عايزين يشتروا منك حمام، وانت ازاي يعني ما يتنصبش عليك. هتقول لي ازاي هو اللي بيبيع بيتنصب عليه؟ ايوه ممكن يتنصب عليك انت بائع، ممكن يتنصب عليك، وكذلك المشتري ممكن يتنصب عليك في البيع من على النت برضه، زي ما ده ممكن يتنصب عليه ده ممكن يتنصب عليه. بمعنى مثلا ان انت لو بتشتري من حمام من حد ما تعرفوش من على النت، ممكن تبعت لحد فلوس لو انت بتشتري وخلاص يكون عامل حساب وهمي على الفيسبوك، وخلاص بعد كده ما انتش تلاقيه قفل الحساب او اي شيء، او خلاص ما عادش بيرد عليك، هتجيبه منين؟ هو يقول لك انا بلدي مش عارف فين، وتطلع بلد تانية وانت ما تعرفش اصلا مين الشخص ده، اساسا شخصية وهمية، ده شيء. فيبقى ما تشتريش من حد، لو انت بتشتري ما تشتريش الا من حد معروف مصدر ثقة، او تروح له لو انت ما انتش عارفه وروح استلم الحمام من البيت. صدقني لما تروح له بيته ومكانه تستلم حمامك وتشوفه بتكون راحة للاتنين، راحة للي بيبيع وراحة للي بيشتري.
طيب هتقول لي برضو اللي بيبيع يتنصب عليه ازاي؟ هقول لك يتنصب عليه ازاي، والموضوع ده حصل معايا والله، حصل معايا كده زي ما هقول لك بالظبط كده. واحد قاعد يكلمني، مش عايز اقول لك مده طويله قوي، ان هو الحمام بكام، وان هو معجب بحمامي ومعجب بيا وبقناتي، وان هو عايز يشتري مني حمام، وانا ماشي معاه للنهايه واتفق على الكميه اللي هو هياخدها بعد مده طويله قوي، عدد من الايام كبير مش فاكر قد ايه، لكن يعني ان هو حسسني ان هو الموضوع بقى صداقه، مش موضوع ان هو داخل يشتري حمام لحم. فهو خلاص اتفق على الحمام، حتى ما سالنيش بكام، يعني شوف النصاب ما يسالش بكام. وصلنا ان هو عايز مثلا 5 تجواز، قال لي هتشحنهم لي من الموقف. الموقف فين؟ الموقف في دمياط، وهو هيستلم الحمام من الراجل وابعت له مثلا رقم تليفون السواق وهو يقابله ياخد منه الحمام. كل ده وما سالنيش على فلوس، ولا قال لي احول لك فلوس، ولا قال لي اي حاجه، لحد ما خدت انا مشيت معاه للنهايه، لحد ما وصلنا ان هو الصبح هشحن له الحمام. كل ده استناه ان هو يسالني الحمام بكام، ولا احول لك الفلوس ازاي، ما بيسالش. فخلاص هشحن له الحمام الصبح، وصورت له الحمام وقلت له الجوز ده كذا والجوز ده كذا، وعلم لك ده بكذا، وعلم لك كل جوز تعرفه وتطلعه من القط من اخوه ازاي. فخلاص عرف الحمام، وهيصبح ان انا هصبح اشحن له الحمام. طب ايه انا فين؟ ما انت ما سالتنيش لا بكام، ولا هتبعت لي فلوس، ولا في ايه. المهم يا اخي قلت له طيب، وفلوس الشحن ممكن تحولها لي بقى؟ لما هو قال انا بقى لما بشحن في اي عربيه انا بشحن من موقف، انا بشحن للناس من الموقف، بروح الموقف اللي هو رايح بلدك اشحن لك مع سواق، انا ما اعرفش السواق، انا بروح العربيه اللي طالعه على بلدك اقول له اطلب الرقم ده هيرد عليك صاحب الحمام اللي هو هيقابلك، اتفقوا ونشوف هيقابلك فين. خلاص كده. وفعلا قلت له لسه ما شحنتش حاجه، اهو المفروض انا مجهز هصبح الصبح. طيب يا عم الحاج فين هتحول الفلوس، ولا هتعمل ايه؟ قال لي اصل ما فيش حد جنبنا من اللي هو بنحول عليه فودافون كاش، ده في بلد جنبنا بعيده عننا. طيب انت بتكلمني بقالك يجي شهر وانت لسه ما انتش مستعد ان انت تحول الفلوس، او يعني ازاي، يعني انت ما سالتش في الحكايه ديت ازاي؟ قال ايه، ان هو راجل مثلا هنقول مش مأمني. لو هو مش مأمني لا حلول برضو، انت تجيلي بينه وبينه حوالي مسافة مش سفر، يعني نص ساعة تلات اربع ساعة بالكتير، يعني ان هو هيركب العربية ويجي يقابلنا حتى في الموقف ياخد الحمام ودفع الفلوس. ولا حل تاني كمان ثالث، ان انت ممكن هتقابل حد من الموقف عندك تعرفه من بلدكم، تبعت لي معاه الفلوس وانا ابعت لك معاه الحمام. ده حاجة، انا في الغالب اللي عايز يشحن قبل الشحن بيحول لي الفلوس، لازم تكون محول انت الفلوس لفودافون كاش. ليه؟ انا حد معروف، يعني لما تم هتحول لي، انا راجل ليا قناة وليا اسمي، ان انت هتجيلي في اي وقت، مش هعرف، مش هنصب عليك، يعني مش مينفعش ان انا انصب عليك، انا مينفعش ان انا انصب عليك، لان انت هتكتب لي تعليق على القناة، رقم موبايلي موجود على في كل التعليقات، الكل اللي بيطلب مني رقم موبايلي حتى يسألني في حاجة بكتب له رقم الموبايل. فإذا أنا عشان كده بقول لك ما تشتريش إلا من حد تعرفه، ما تحولش فلوس إلا لحد تكون تعرفه. قال لي أنت تشحن الحمام وأنا والحمام في الطريق هبعت لك الفلوس. طب معنى أنت مش مأمني؟ قال لي لا والله الموضوع مش كده، بس هو بعيد عني. طيب يا عم خليك بكره ابعت الفلوس، انا ما اعرفش اجيبك انت مثلا، لو انت ما كده ما اعرفش اجيبك. طب وانا بلاش دي، خلينا انا مش مخونك، انا مش مخونك ولا حاجه، لكن لو انا بعت الحمام مع السواق وانت غيرت رايك، انت غيرت رايك ان انت مش عايز الحمام مثلا، او جبت من حد تاني قبل انا ما ابعت لك، او اي شيء ممكن يكون واحد بيعاكس ويعمل كده، انا ايش ضمني اللي بيكلمني ده واحد بيتسلى، ولا هو ايه بالظبط، هو عايز فعلا حمام ولا مش عايز؟ ايه اللي عرفني؟ ايه اللي يخليني ابعت الحمام من عندي يتبهدل والسواق يرجع لي بوه تاني يقول لي ان محدش قابله ياخد يستلم الحمام؟ دي حاجه، بلاش ان انت مش هنقول ان انت نصاب. طب فلنفرض ان فعلا انا بعت لك الحمام وخلاص الراجل خد رقمك، بقى كده الحمام بتاعك، الحمام بقى بتاعك، ما اقدرش اقول للراجل ارجع بالسواق ده ما بعتليش الفلوس. طيب اشحن، ابعت انت الفلوس، ابعت انت الفلوس الاول وانا ابعت لك الحمام. لو ما عجبكش الحمام في اي وقت، الحمام جالك قول لي رجع لي الفلوس في دافون كاش، انا ابعت لك الحمام وانا ارجع لك الفلوس تاني زي ما بعتها لي بالظبط. ده واحد من الناس. طيب واحد تاني
واحد تاني كلمني عايز مثلا 10 قصوص، هيبدأ بيهم وقعد يسألني الحمامة ايه والحمامة ايه والحمامة ايه، وصورت له الحمام وبعت له فيديو بالحمام، والفيديوهات على القناة اللي عايز يشوفها بيشوفها طبيعي، موجود كل شيء موجود، اللي عايز يشوف حاجة هيشوفها. في النهاية خالص بيقول لي بعد ما خلص كل الكلام وقعد كام يوم يكلمني ويسألني وكأنه خلاص هيشتري، بعد كام يوم قال لي ايه، ما لازم تبقى عارف كل الحاجات دي، كنت هتبدأ مشروع الحمام اللحم وناوي يعني. بعد كل ده يقول لي إيه، طب لما اجهز مكان هبقى اكلمك، اعتبرني احجز لي الحمام، احجز لي الحمام واللي احجز لي 10 تجواز، لما اجهز المكان ابقى اكلمك. طيب يعني احجز لك لمدة قد ايه؟ يعني مثلا احجز لك الحمام يوم اتنين، ماشي مش مفيش مشكلة، انما احجز لك الحمام كده للابد لحد ما يجي لك مزاجك ان انت تفكر وتقول لي انا عايز الحمام. طيب الناس كتير زيك بتكلمني، اللي بيكون جاهز ويكلمني يقول لي بعت لي الصبح يا عم الحاج انا بصور له من اللي موجود حاليا، هو ده اللي انا بقدر اعمله له. انما انت هتحجز الحمام وتربطني ان انا كل ما حد يكلمني اقول له لا ده الحمام محجوز، لا مش هينفع مش هينفع، ما تعطلنيش، وانت ممكن تغير رايك وتكون برضه مكلم حد تاني تاخد من حد تاني. اخر واحد بيكلمني بقاله حوالي 3 ايام، حقه ما فيش مشكله، انا ما بزهقش، انا بالي طويل قوي قوي قوي، بطول بالي قوي، لكن والله اللي بيحصل ما حدش يتحمله، انا بقول لك ما حدش يتحمله، بس انا بطول بالي قوي 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 للاخر. كلمني بيقول لي انت عندك حمام لحم؟ قلت له موجود حضرتك. قلت له بس اما اعرف ايه المطلوب، يمكن العدد اللي انت عايزه كبير ما اقدرش عليه، عرفني انت عايز ايه، برضه ما ريحنيش، ما قاليش هو عايز عدد قد ايه. سالني القص بكام، قلت له القص ب 350 جنيه شغال من مجرب من داخل السلاكه زي ما انت هتشوفه كده، اصوره لك كده معاه زغليل او معاه بيض، انا بجهز زي ما حضرتك شايف كده اهو الحمام كله اللي انا ببيعه في السلكات، الحمام اللي انا مش ببيعه اللي لسه شبابات بسيبه شبابات كده في الارض، وفي اوضه تانية بجهز فيها. فقال لي يعني الحمام اللي عندك مش هجين زي اللي في السوق؟ قلت له هجين ازاي، انا ما اعرفش اللي في السوق اللي انت بتتكلم عنه، كل واحد بيتكلم عن الحمام اللي هو عنده، الحمام اللي عندي هيتهجن منين؟ هو الناس هتهجنه؟ وبعض فكره ان الناس في غش في الحمام اللحم دي ان انا اصلا رافضها ليه، لان الحمام اللحم اصلا انتاجه كتير، يعني انت اما تجيب 4 5 تجواز بسم الله ما شاء الله هيملوا لك الدنيا باذن الله، لو هم صحوا عندك واشتغلوا في خلال سنه هيكون عندك انت بتبيع، ما انتش هتبقى محتاج يعني، فانت هتهجنه على حمام تاني ليه اصلا؟ يعني مش عارف، يعني اللي هيهجنه على حمام تاني يا اما هيبقى عامله للاكل مثلا عنده، يقول لك هجنه برومي، هجنه بكنج، عايز حجم كبير يذبح منه، ده موضوعه هو حر في موضوعه، لكن انا بسيبه كده شباب، الشباب بسيبها في الارض، اول ما جوز يتجوزهم بكون باتم اللي في السلكه، ام حاطط ايه جوز مكانه في السلكه كده في زي السلكات دي كده محضره كده، واول ما يتجوز ويبيض بقوم عرضه للبيع. يبقى انا ههجن ليه؟ فخلاص عدينا من نقطة المهجن والمش مهجن وقعدنا نتكلم في الموضوع ده، بيكلمني بقاله 3 ايام صراحة. في الاخر طيب انا لما اجهز مكان، ده بقى لما هيجهز مكان هيكلمني، لا وقال لي ايه ابعت لي صور للحمام، بعت له فيديوهات مش صور، طبعا فيديوهات موجودة على القناة، اللي عايز يشوف الحمام هيشوفه، الفيديوهات موجودة على القناة، بعت له فيديو تصوير الحمام اللاحم للمشتري وازاي بتصرف في البيض والزغاليل بتاعه، فهو شاف الحتة اللي في البداية انا باخد البيض والزغاليل ازاي، قال لي طب ما كده البيض والزغاليل هيبوظهم، وانا اعمل فيديو اصلا عشان كنت اشرح حكاية البيض والزغاليل ازاي، بس بعمل فيهم ايه اللي انا بشيلهم من تحت الحمام، قال لي ما كده البيض والزغاليل هيبوظهم، قلت له الموضوع ده ما يتشغلش بالك بقى انا بتصرف فيه، طبعا انت عارف ان كنت بعمل ايه، كنت بنقل البيض والزغاليل. طبعا ده المكان اللي انا بجهز فيه الزغاليل لحد ما تكون شباب، اهو ده المكان اللي بجهز فيه الزغاليل والشباب الزاجل واللحم، لما بيبقوا جوز الايه جاهز او اكتمل ريشه باخده في السلكات على طول عشان ما يحصلش تهجين بينه وبين الزاجل. فالحمام الابيض اللي هنا اللي انت شايفه ده لاحم زغاليل وشباب لسه صغيره، اول ما بيوصلهم لسن التزاوج باخدهم هناك بنقلهم على السلكات. فكده ازاي هيحصل تهجين؟ يبقى كده انت عرفت ازاي ايه المشاكل وايه الحلول اللي انت ممكن تعملها. فانت لازم تعمل لنفسك اسم، ولازم تبيع بامانه، لازم تبيع بامانه. هقول لك على حاجه برضو حصلت هنا، النتايه اللي انا دهنها بالاخضر دي اهو هنجيبها كده،
دي نتايه كان عندي نقص في النتي، فاشتريت النتايه اللي هي متعلمه بالاخضر دي، النتايه اللي قاعده واقفه في الطاجن دي. بسم الله ما شاء الله، حجم ما شاء الله. لكن اول ما جبتها ده من واحد صديق، يعني يعتبر هديه او اشتريتهم منه او تبادل يعني، فان هو خدتها. بسم الله ما شاء الله، الحجم محترم محترم محترم. كان هي ومعها كذا نتايه، كانوا ثلاث نت. دي اول نتايه طلعت فيهم الباضة البيض برشت زي ما بيقولوا، البيض بدون قشره، البيض اتسقط البيض منها البطين. بدات اتعامل معاها يعني، ما اعرفش يمكن يكون هو مقصر معاهم في الكلسم وفي التحديق، فقلت مش مشكله اول مره. لكن لو قابلك حاجه زي كده ما تبيعهاش، ما ينفعش ابيع حاجه زي دي لحد، ما ينفعش اديها لحد، سمعتي وبرضه حرام عليك. هوقف، هتوقف حالك بايدك. الحمد لله ما حدش خد مني قص حمام ورجعه، ولو فيه مشكله هنرجع له الحمام برضه. لو هو في اي مشكله، عنده نتايه عملت مشكله، عنده ذكر بيطلع البيض فاضي، اللي خد مني حاجه يكلمني لو في اي مشكله. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.